برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. خلينا نبدأ أول مداخلاتنا بالخبر الخاص بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق لقبول الطلاب للدراسة بالجامعات الخاصة. ولتفاصيل أكتر عن هذا الخبر إحنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك معانا. يعني بداية خلينا نعرف سبب إطلاق مجلس الجامعات الخاصة المرحلة الثالثة للتنسيق في هذا التوقيت. لا هو حقيقة إحنا مش أول مرة نعمل هذا. ده موجود كل سنة لأن نظام الدراسة هو الدراسة بنظام الفصول الدراسية، يعني كل فصل دراسي منفصل عن الفصل الدراسي الآخر، يبقى هذا يسمح بأن احنا نقبل طلبة قبل بداية الفصل الدراسي الأول وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني. يعني والنظام الإلكتروني المطبق المرة دي هو طبق لأول مرة في القبول في قبل الفصل الدراسي الثاني في العام الماضي. يعني دي مش أول مرة يكون المرحلة الثالثة في هذا التوقيت. لا خالص. طيب خلينا نعرف كمان من حضرتك يا دكتور موعد تخرج الطلاب المقبلين بالجامعات الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة. طبعا اللي هيخش في المرحلة الثالثة او المرحلة ديت هو داخل اصلا 6 شهور متأخر عن زمايله، فهو هيخش على الترم الثاني او الفصل الدراسي الثاني، لكن هيدرس له مواد الفصل الدراسي الاول. يبقى في هذه الحالة الطلبة دول هيتخرجوا 6 أشهر متأخرين عن دفعته. يعني الترم الثاني هيكون مثلا في الصيف ولا احنا زي ما احنا؟ الترم الثاني يعني بادئ، الترم الثاني هيبتدي مدرجاته السنة على طول. من السنة على طول؟ قصدك الترم الثاني بتاعهم هم الناس دول. بس الترم الثاني بتاعهم هو الترم الأول بتاع العام القادم. تمام. تأخرهم يعني أو تخرجهم هيكون متأخر 6 شهور عن الدفعة الأساسية، لأن هم أصلا ملتحقين 6 شهور متأخر في نفس القضية. صحيح. نفس الفترة. صحيح يا دكتور. طيب خلينا نعرف من حضرتك كمان آلية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة. إحنا المرحلة الثالثة حضرتك بدأناها يوم السبت 5/2 بالنظام الجديد اللي هو بنظام الدورات. في يوم السبت اتفتح باب القبول لمدة 12 ساعة. نعم. من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 بالليل. الطالب بيختار فيها اختيار واحد فقط، كلية واحدة في جامعة واحدة فقط لا غير. اللي بيختاره طول ما هو مجموعه يجيب الدخول في هذه الكلية وطول ما في أماكن شاغرة فالأماكن دي تسمح له إنه يخش، يبقى في هذه الحالة اللي بيكتبه بيجيله. تمام. تنتهي الدورة في نهاية اليوم، بتطلع النتيجة في نهاية اليوم، يعني الطلبة عرفوا هم راحوا فين. احنا وزعنا يوم السبت 512 طالب على الكليات اللي هم اختاروها. بنسيب لهم فرصة يدفعوا المصروفات يوم الحد والاثنين والثلاث. يوم الاربع تبتدي الدورة الثانية، عايز يقدم تاني. وبعد 5 أيام تبتدي الدورة اللي بعدها، وبعد 5 أيام تبتدي الدورة اللي بعدها. يعني بندي للطالب فرصة ان يدخل على التنسيق 5 مرات في هذه الفترة القصيرة. في كل مرة بيختار كلية واحدة فقط. في جامعة واحدة فقط. وفي فرصة كمان انه يروح يدفع المصروفات يعني على مدار الايام، يعني مش دايركت. يعني لو ما راحش يدفع المصروفات في الفترة ما بين الدورة والدورة اللي بعدها يبقى ترشيحه سقط. يبقى راحت عليه كده خلاص. راحت عليه خلاص، هو مش عاجبه الكلية اللي جات له. اوكي، انت مش عارف الكليه اللي جات لك فانت ما روحتش تبعت المصروفات، عايز تخش في الدوره اللي بعدها وتقدم تاني في كليه اخرى. يجوز الكليه اللي انت عايزها تجي لك بس في جامعه ثانيه. خش، مفيش مشكله. طيب دي فرصه هايله يعني. بالظبط، هي فرصه ممتازه ونظام في غايه السهوله واليسر. كل اللي احنا عاملينه بس امور تنظيميه، لكن الطالب بيكتب اللي هو عايزه واللي هو عايزه طول ما هو موجود بيجي له. حقيقي. طيب خليني أسأل حضرتك يا دكتور، طبعا مع ارتفاع معدل الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، نحب نطمن كمان على أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتقوموا بيها يعني لحماية الطلاب وكمان حماية العاملين بالجامعات. احنا طبعا ما زلنا مصممين على نفس الإجراءات الاحترازية اللي احنا كنا خدناها قبل كده. احنا واصلين دلوقتي تقريبا ان حوالي 90% من الطلبة في كل الجامعات مطعم ضد الفيروس، ومعظم العاملين
مطعم ضد الفيروس، واحنا اتفقنا طبعا مع الساده رؤساء الجامعات ان الطالب او عضو هيئه التدريس اللي بيرفض التطعيم لابد ان يجيب بي سي ار سلبي في بدايه كل اسبوع. نعم. طب بالنسبه للجرعه الثالثه اللي هي بتكون بعد 6 شهور من التطعيم للجرعه الثانيه، هل ده شرط اساسي ولا تمام الجرعتين لحد ما ياخد الجرعه الثالثه؟ لسه ما هياش شرط في هذا. تمام. لان طبعا اعداد كبيره جدا، لكن لسه ما فيش شرط للجرعه الثالثه ان هم ياخدوها، لان احنا اصلا لسه مخلصين الجرعه الثانيه قريب جدا. صحيح. فطبعا يعدي على الجرعه الثانيه 6 اشهر، هنكون دخلنا على شهر يعني مايو ولا يونيو اللي جاي. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات. بشكرك أستاذ الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا دكتور.